يمكن ليا لانه التعب والاجهاد مو فقط للنفس، ممكن كمان يطال العيون. وضمن مساحتنا الطبيه رح نحكي اكثر عن اجهاد العين، اعراضه واسبابه، كيف فينا نحمي عيوننا مع الدكتوره فاديه شموط، اخصائي بامراض العين وجراحه وعضو جمعيه دوليه للجراحه الانكساريه. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير لكم. اهلا وسهلا. الشعب السوري اهلا وسهلا. يعني اهلا وسهلا فيك دكتوره فاديه. يعني بالبدايه نحن بنعرف انه العين كثير اذا اجهدناها كثير، اذا تعبناها كثير، يمكن ما بتعطي رد فعل مباشره، ولكن مع مرور الزمن بتعطي رد فعل ممكن يكون سيء لصحه الجسم. خلينا نحكي شو هي نقطه ضعف العين، شو يعني تعب العين؟ تمام. هلا نحن اذا بنحكي على اجهاد العين، الاجهاد طبعا بيصيب كل الفئات العمريه، يعني مو بس الكبار، حتى الاطفال ممكن يصابوا بجهد العين. طيب نحن هذا الطفل شو بنعرف انه العين فعلا انه العين مجهد، يعني مصابه باجهاد او تعبانه؟ الطفل نحن معظم الاحيان بيراجعونا حال الاهل انه هذا الطفل عيونه محمره، عم يحكي عيونه كثير، عم يبكي من عيونه، عم يقول عيوني عم تجعني، ما بيعرف يعبر. بيكون احيانا ما عنده مشكله كثير بصريه، يعني بنفحصه بيكون بيشوفه منيح، ما عنده لا مد بصر لا نقص لا انحراف، لكن عينه مجهده. اول سؤال انا هلا صار عم يتبادر لاذهاننا هو موضوع نسال انه هالطفل عم يحمل الموبايل كثير فتره طويله، عم يقعد على الكمبيوتر فتره طويله، تماما عم يحمل التاب فتره طويله، بيسهر، كيف نومه، كيف غذائه، هذا كله بيأثر على الطفل وخاصة انه هو بمرحلة التكوين. لذلك نحن بننصح الاهالي، نحن لما بيكون طفلنا عم يعاني من اجهاد العين انه انا يا ماما عيوني عم يحرقوني، هو بيعبر بحرقة او بيعبر بوجع، لكن هو بتكون العين مجهدة، بيكون احد الاسباب اللي ذكرناها، اما انه الطفل عنده سوء انكسار غير مصحح، يعني عنده نقص مد والاهل مو منتبهين له، وهو عم يجهد عينه بالقراءة والدراسة، لكن العين ما عم تساعده لانه ما عم يشوف مثل اقرنائه، او انه ممكن يكون عم يسهر على اجهزه الكمبيوتر او اللابتوب او الموبايل. دائما بتلاقي موبايل البابا والماما بايدنا وعم نلعب فيه بالساعات، فهذا عم يسبب. هلا بالنسبه لهذا الاطفال، الكبير اوعى، الكبير بيراجعك بيقول لك انا عيوني تعبانه، طيب شوفك شلون؟ لا شوفي مرتاح انا، بس حاسس حالي ما عم احسن فتح عيوني اخر النهار، عيوني تعبانه. الكبار اسبابهم احيانا بتكون مختلفه، الكبار كمان بيقعدوا على الكمبيوتر والموبايل وفي دراسه كمان خاصه طلاب الجامعه، لكن في عنا اسباب اخرى كمان اللي موضوع السهر، التدخين، التعرض لاشعه الشمس، كلها هي ممكن تسبب اجهاد بالعين بالاضافه لاستخدام اجهزه الموبايل. بس يمكن دكتوره بسبب يمكن التطور التكنولوجي والعمل لساعات طويله بنضطر نحن اسفين نقعد على شاشات الموبايل ان كان ولا على الكمبيوتر لساعات طويله. خلينا كيف فينا نتفادى اجهاد العين لما وصل انا لمرحله بتلاقي ونحن اشخاص يعني ما بتعترفي انت بالالم فورا، يعني بتحسي انه مثلا عينك وجعتك بتتركيها، تعبت شوي دمعت عينك بتحطي لها قطره لحقك كمان. يعني خلينا نقول شو هي الاساليب اللي فيني انا استخدمها بنمط حياتي لكون بعيده عن اجهاد العين او احميها لعيني، لانه نحن بنعرف قديش العين هو عضو حساس اليوم. تمام. هلا كثير سؤالك حلو لانه كثير بيراجعونا خاصه طلاب الجامعات اللي بيدرسوا اقسام فيها كثير تماس مع اجهزه الكمبيوتر مثل الهندسات والحواسيب، بيقولوا نحن بنقعد احيانا 8 ساعات 10 ساعات على هي. طب انا ما بحسن، عندي دراسه، او اللي عندهم اشغال احيانا الموظف اللي قاعد طول النهار على جهاز الكمبيوتر، انا شلون يعني مثل ما قلتي احيانا بيضطر ياخذ قطره، نحن معظم الاحيان بنعطي قطرات مرطبه للعين لانه نحن اجهزه الكمبيوتر اكثر السبب ممكن يعمل اجهاد العين هو انه بيعمل دراي اي، عين جافه، فبنرطب له العين بيرجع بيقول لك انا ما ارتحت. نحن في شيء عندنا اسمه تمارين للعين، في بالعين شيء اسمه الكومنديشن او المطابقه، هي المطابقه هي اللي بتتعب احيانا نتيجه النظر لفتره طويله باجهزه الكمبيوتر او النظر فتره طويله للقريب. فبنقول له بدك تريح مطابقتك، طيب يا دكتوره شلون بدي اريح انا مطابقتي؟ بنقول له نحن لما انت قاعد على جهاز الكمبيوتر قعدت مثلا اوريدي ثلث ساعه، بين ثلث ساعه والثلث ساعه اللي بعدها خلي عنا 10 دقائق راحه. هي العشر دقائق نحن بتطلع لابعد نقطه، بتنقي ابعد بنايه ابعد شجره من خلال شباك وبتنظر لها، بهالطريقه هي نحن ريحنا المطابقه، او بتحاول تغمض عينك 10 دقائق وتسترخي، كمان هي بهالطريقه بترتاح المطابقه، بعد منها بتعاود الشغل مره ثانيه مشان ما تعطل شغلك،
اما انه مستمر متواصل هون اكيد العين رح تتسبب بالاجهاد، رح يصير فيها احتقان، احمرار، جفاف بالعين، والمريض احيانا رح يعاني من صداع شديد في حال ترافق اجهاد العين مع شيء اسمه تشنج مطابقه. نعم دكتوره، كثير من الاحيان لما بنكون كثير قاعدين لساعات طويله على شاشات الموبايل او الكمبيوتر او عم نشتغل او عم نقرا، بس نغمض عيوننا بنحس في بقع بيض عم نشوفهم او في بقع سود عم نشوفهم. خلينا نحكي شو هدول بيكونوا. هلا هذا نحن بنقول له المرض الشائع الذباب الطائر. تماما هيك بتلاقي شيء يا اسود يا ابيض. كثير منه. هلا الاطفال نادر ما يشكو منه، معظم اللي بيشكو منه هن كبار السن بيشكو من شيء اسمه ذباب طائر. هلا الذباب الطائر شو هو؟ هو عباره عن خلايا بنقول نحن الفلتر بتسبح بالجسم الزجاجي اللي موجود بالعين. هلا المريض عم يشوفها برا لكن هي موجوده داخل العين، لكن احنا مبدا العين هو مبدا الكاميرا، فحتى الشغلات اللي داخل عينك انت ممكن تشوفيها خارجي، واكبر دليل انه بتتحرك مع حركه عينك. كل ما حركت عينك صحيح. تماما. فكثير احيانا بيجي المريض بيقول لك انه لكني انا شايفها عم تدور بالغرفه، شايفها على الحيط عم تتحرك. هي ما عم تتحرك، هي الخليه جوات العين بالجسم الزجاجي لانه عم تسبح وعم تفوش وتنزل، فهو عم يشوفها انه عم تتحرك. بس هذا مو دليل على اي هلا نحن بالنسبه للفلتر او الذباب الطائر هي تماما. لا لا، هلا احيانا بتترافق مع حالات مرضيه واحيانا بتكون حاله طبيعيه. هلا نحن معظم المرضى اللي عندهم مثلا اجهاد على العين بيشوفوها، مو اللي عندهم ارتفاع توتر شرياني الكبار بالسن بيشوفوها كثير. اللي اكثر بيشوفوها هن مرضى السكري وارتفاع الضغط، هدول احيانا بيتعرضوا لنزوفات بسيطه بجسم الزجاجي فبيشوفوها، لانه الكريات الحمراء الخلايا الدمويه كمان بيشوفها المريض على شكل احيانا اشرطه او ذباب او فراشات. كل واحد بيعبر لك عنها بالشكل اللي عم يشوفه هو. بس هيدا التاثير على مرضى الضغط، يعني دائما بنلاقي مشكله عند اللي معه مرض الضغط، دائما في مشكله بعينه يا محمره يا بتلاقي في عرق مبين. تمام. هي بنقول مشاكل مقبوله ولا لا؟ إيه؟ ممكن مع الزمن تتغير او تصير أسوأ. تمام. نحن هلا دائما الاعراض الخارجيه، يعني عندك مثلا احمرار، النزوف البسيطه بتظهرها على الملتحمه، اذا ترافقت مع اوساط خلفيه شفافه، يعني الشبكيه طبيعيه، البلوره طبيعيه، الجسم الزجاجي طبيعي، ما بنخاف لانه هي ما بتاثر على القدره البصريه، بيكون المريض عم يشوف 10 على 10 رغم انه عينه محمره، لكن لما بتترافق مع تدني قدره بصريه معناته انت في عندك مشكله صارت جوا اللي هو على مستوى الشبكيه. وخاصه احيانا في عندنا حالات كمان هي اللي بتخوف اكثر، اذا شفنا ذباب طائر مع حالات فلاشات، يعني بنقول المريض عم تشوف فلاش برق مثل قدح الشرار او مثل فلاش الكاميرا، بهيك حاله لازم يعمل فحص للشبكيه دقيق لمحيط الشبكيه وللمركز، لانه هون بنخاف يكون في عنده ثقب او شق بالشبكيه بينتهي كثير احيانا في صار شبكيه. طبعا هي حاله متكرره لازم تكون مو انيه، يعني حتى لو حاله انيه. اي مراجعه لمريض بيشكي من رؤيه فلتر او ذباب طائر مترافق مع رؤيه شرار، وخاصه اذا كان المريض حسير عنده حسر عالي او مريض متعرض لرض على العين، لازم تنفحص الشبكيه، لانه اذا في ثقب او شق وانتهى بانفصال نحن روحنا عليه فرصة إنقاذ العين بالمرحلة الأولى. بس هو سبب الثقب والشق هو اللي سبب الذباب، هو اللي ببلش أحيانا الثقب والشق برؤية ذباب. بعدين بس هو سببه الأساسي لهيدا السبب أحيانا بيكون هيك عفوي، أحيانا بيكون رض وأحيانا بيكون موجود، خاصة عند الحسيرين اللي عندهم في نقص فوق 3 درجات بيكون عندهم شبكية رئيقة، فبيكون عندهم من المحيط بعض الثقوب والشقوب بيجهدوها زيادة لأنه عندهم مشكلة بالنظر. هدول إذا ما تطوقوا الثقوب والشقوب بالليزر فبينتهي أحيانا بانفصال شبكية. نعم. دائما دكتورة قبل ما نختم مع حضرتك، كثير بنشوف في يعني مع تطور التكنولوجيا في تطورات بيقولوا بتحمي العين، يعني في نظارات خصوصي صار للكمبيوتر، في شيء يمكن شاشات لاصقه للموبايل او للايباد لحتى تحمي عيون الاولاد، هل هالشيء صح؟ بيحمي الاولاد؟ بيحمينا نحن ككبار ولا يمكن كله شيء تجاري وتسويق؟ هلا نحن بنسمع كثير انه في عندنا نوع من انواع العدسات المعين انه ممكن تحمي ترد شوي من الاشعه او شاشات الكمبيوتر، لكن هذا ما بيحمي 100% ابدا، بجوز بخفف شوي، لكن لا اكيد عم تكون احيانا مسائل تجاريه اكثر ما هي مسائل لانه غير مثبته علميا 100%، لكن تعمل وقايه نوعا ما، يعني شوي يعني يمكن 1%. نعم وقايه نوعا ما. بس يجب يمكن الاخذ الحيطه، اي جسم ممكن نحس انه نحن عم نشاهده او اي مثل ما قلتي فلتر او اي شيء عم نحسه بيسبب اجهاد العين لازم فورا نراجع الطبيب، ما
نكون اطباء انفسنا وناخذ قطره او نعالجها من حالنا. نشكرك الدكتوره فاديه شموط اخصائيه بامراض العين وجراحه وعضو جمعيه دوليه للجراحه الانكسارية على وجودك معنا. شكرا كثير لك. شكرا يعطيكم العافيه. شكرا دكتوره على كل النصائح اللي قدمتيها. يسعد صباحك. شكرا لكم.